الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح نخدمو مع بعضنا، راح نطيبو طفاصون ندربل بطريقة جديدة. مادا بيا تبعو معايا مليح باش تعرفو كيفاش رانا نديرو. بون، نحكمو لي كويس تاوعنا، نديزو سيبهم، نشدو موس يكون رقيق، نديزو سيبهم مليح، نتبعو دايما العظمة هادي. هانا نتبعو العظمة، نقطعو هادوك العلوق لي يجو مع العظمة، ما بين العظمة واللحم، هكدا، باسكو هادوك العلوق هما لي يشدو ما بين العظمة واللحم، هكدا، لازم لكم برك موس كبيرة، موس رقيق، هو لي راح يقطع لكم مليح اللحم ديالكم. بون، هكذا تبعي برك العظمة وروحي معاها. هكذا نشتيها لاصقة، عاودي قطعي هنا جوست كيما المفصل، جوست كيما المفصل، ومن بعد نحو هذا السايت وهذا العظم نخلوهم كاشان بويون ولا انفون نخدمو بيهم. هاهي كي نحلوها نعاودو نغرقوها راح تجينا كيما لاكويس سوا سوا. نشدو زوج سنينات توم كنفجوهم ولا كرازيوهم بالكراز اي هكذا. نشدو الفرماج على حساب شحال من كويس عندنا. عندنا ان جون دوف، وشوية تاع معدنوس، نديرو شوية تاع فلفل كحل، منديروش الملح باسكو ديجا الفرماج راهو مالح. هاد البلا هدا صدقوني بلا بزاف بنين ويجي اونكتيو، يجي بزاف تقيل بطريقة جديدة، مدربل بطريقة جديدة. بعدا كيتخلط كامل التوم والفرماج. نشدو الدجاج نعاودو نحلوه، نديرو شوية ملح كيما تعرفو الدجاج دايما يحب الملح شوية بزيادة، وعندنا فلفل كحل. نشدو لافارس تاع الدجاج و تاع الفرماج و التوم مع الدنوس لجون دوف، و نإيطاليو داخل لاكويس تاعنا بعد ما حليناها. زوج حبات كفاو ناقص هاد ربعة لي كويس كانو كبار شوية.
نعاودو نغلقوهم هكذا ونشدوهم على كيردون ولا براوخيت، جوست نغلقوهم مليح حتى نكملو كامل هاد لي كويس تاوعنا. بون نبداو نقليو هداك الدجاج، نحطو شويه زيت بس دو كويار سوب ومغرفه زبده نخلو حتى تذوب الزبده ويسخن الزيت. بون نبداو نحطو الدجاج، خلو يتخلى الزبده والزيت، نديرو الملح فلفل الكحل والكروية، هاد الطبق يحب بزاف الكروية. درك هكدا بدا الفرمات ديالو يخرج شوية من الجات ديالنا، يطلق البنة ديالو هو والثوم، يبداو يطلقو في البنة. هنا عندنا القرنون بعد ما نقيناه، نزيدو نحولو شوية، درناه في القارص طفاصة، نزيدو نحولو شوية هذا اللي يقعد مع الخل ونشلو. واش نديرو؟ نقطعو بالطول شغل كيما نقطعو البطاطا تاعنا. نجوزو في الفارينة هكذا ونقلوه في الزيت كيما نقلو البطاطا عادي، كامل حبة تاع القرنون نديرو لهم هكذا. هانا هنا تحمر الدجاج، يدينا لون شباب، نعاود نحيه هذا شويه تبدلو هذا الزيت اللي تقلى فيه الدجاج، نحطو زوج حبات بصل يكونوا مايا. باش نحيو هاد لو سوك، هذا هو الصح اللي تقلى فيه الدجاج، شويه برك تاع الماء. يا ربي دو كويارات فوا كويارات، هذا اللون اللي حبيناه. و تاني ناسيزوني بشويه، ناسيزوني بشويه ملح فلفل الكحل هي الكروية. هكا جست يدخلو كامل هاد البنة تاع لو سوك وتاع المرقة اللي طاب الزيت اللي طاب فيها الدجاج. يا ربي 5 مينوت 4 مينوت على الاقل، نعاود نرجع الدجاج ديالي هكذا. ونزيدو الجلبان،
ونخلوه يزيد يتقلى شويه باش نملقوه. كي نملقوه ملقوا يا ربي بكاس تاع الماء ماكسيموم، ما نديروش بزاف الماء، وحده وحده راح يطلق الماء. هذا القانون تاعنا راهو يتقلى، نعطوا له لون خفيف ما يكونش بزاف طيب، تما يدخل له غير شويه طياب، ما من لون يكون لون خفيف، ونعاودوا ندخلوه في المقله ديال المرقه ديالنا. هذاك القانون كي يتقلى نديرو في المرقه. هنا مازال ما قليناش، واش نزيد شويه تاع معدنوس هكذا، نحطو كامل القانون ونقليوه بواحد النص كاس تاع الماء. إلا كانت كنتي كبيرة تلحقي حتى الكاس معمر، كاس كبير هكذا. دوك نمرقو جوست قس ما يتغطى الدجاج تاعنا. يا ربي كاس ماكسيموم ديرو قس كاس، خاطش هنا راه كنت تاع الدجاج هي شوية كبيرة. نغطيو البلا ديالنا ونخلوه يطيب على نار هادية حتى وين يطيب القانون، يطيب الدجاج، ومع نديرو له العقدة تاعنا ونكملو. هكذا راهي واجد البلا ديالنا، وعقد وتجمر جا ما شاء الله، وريحته الله يبارك ما شاء الله. ندير مغرفه صغيره تاع الخل، نص مغرفه تاع السكر، ونعصر لها شويه قرص ان دومي سيترون. نحطو كلش مع بعضه ونفرغوه، نرشو عليه شويه معدنوس جست معايا يرفد غير الغليه الاولى كيما راكو تشوفو، ونطفيلو النار. وبالصحة والراحة، وندعيو برك إن شاء الله ربي يرفد علينا هاد الوباء وهاد البلاء والوجبة الجاية.